بدي ارجع اذكر كل يلي مهتمين انه يتابعوا دوره تدريبيه بالالقاء وتحسين الاداء. طبعا يعني هذا الشيء موجه لكل اللي حابين يفوتوا ويخوضوا مجال الاعلام، اذا حاسين انه هن مؤهلين انه يقدروا يكفوا بهالمجال هيدا وحابين يخطوا خطوه كثير مهمه، اذا رح بيكون في ورشه عمل مقدمه لالون لشخصين رح يربحوا انطلاقا من عالم الصباح، على شرط انكم تبعتوا عبر الواتساب على رقم رح بتشوفوه قدامكم على الشاشة 15 إلى 20 ثانية نقدر فيها نشوفكم نسمع صوتكم، يكون في شيء عم بتقدموه بخلال اذا هالتسجيل هيدا. اليوم رح نشوف كمان بعض، يعني بلشت كثير يوصلنا من هالافلام هيدي المصوره، رح ننتقل لحتى نشوف وحده منها. مساء الخير. انتخابات الرئاسيه نتج لسنه 2014 والتمديد ربما لسنتان. قطر دخلت على خط الوساطة وداعش أطلقت سراح الصحفي الأمريكي الثاني. قضية المخطوفين العسكريين صعبة وطويلة. صباح الخير، بدي أحكيكم مشاهدينا من وين كنتوا عم بتتبعونا، من لبنان ومن جميع أنحاء العالم العربي. اليوم رح نترافق نحن وياكم لمدة ساعتين على الهواء، رح نناقش ونطرح مواضيع كثيرة. صباح الخير، 15 ثانية ممكن أنا أتغير لحياتي. أنا شيرين المهندسة الداخلية يلي مخرج جديد من كلية الفنون الجامعة اللبنانية وطالبة الغنى الشرقي والعود بالكونسرفاتوار الوطني اللبناني وعاشقة للأدب وخاصة الشعر. ليه؟ لأنه هال 15 ثانية بالذات ممكن تحقق لي طموحي الثالث بعالم الفنون وهو إتقان فن الإلقاء بحرفية تامة. ونرجع نتابع فقراتنا مع مايا. مع بيت بيوت اليوم. مع بيت بيوت. صباح الخير. صباح النور غادة، صباح الخير للمشاهدين. وين اليوم البيت؟ اليوم عمل المرأة. اليوم شغل الزوجة أي متى بيأثر سلبا، أي متى بيكون أكثر إيجابي، وين الأشياء السلوكية، يعني الأمور السلوكية اللي بتصير غلط يمكن من قبلها اللي بتأثر على البيت، بتأثر على علاقتها بزوجها، كله هيدا رح نحكي عنه أكيد. بس نحن قبل أخذنا هيك آراء المشاهدين شوي غادة بهيدا الموضوع، كانوا رجال أو نساء، رح نشوفهم سوا وبنرجع بنحكي. يعني ما دامت موظفة انه بالنسبة لك كنا بعدنا شباب اكيد كنت غار عليها، يعني انا افضل المرأة تشتغل بارت تايم جوب اذا عندها اولاد. منا شروط بقدر ما يكون في اذا بدك تزبيط للوقت بين بيتها وعملها. الشغل بهالوقت ما بينفع شيء. اذا كانت مرتاحة يعني فاينانشلي حتى لو كانوا منه سبب انه تشتغل او ما تشتغل. يعني عندي شغل البيت اهم. ما بحب انه تشتغل مدامتي، لو هي بدها تشتغل، انا بالنسبه لي ما بحب انه تشتغل. ليش بدها تشتغل؟ طول ما عندها اولاد وهي صاينه البيت وقاعده وفاتحه البيت، كيف بدها تشتغل؟ بدها تشتغل في شروط الشغل، ما شروطي انا. مرتي ما بتشتغل ولانه عندي ولد صغير وهي ست بيت ما فيها تشتغل على هالاساس. أنا بخلينا أصير أعرف أحكي مع العالم، بتطور لي تفكيري وقدراتي. لا لا ما بيشتغل لأنه عندي أولاد صغار ليخلصوا يعني يفوتوا على المدارس برجع ببلش كمل. يعني أمرار بنقول يزهقنا الشغل قرفنا الشغل، بس هو كحياة ما في حياة بتجي بلا شغل. الشغل لما كنت عزبة وقفت حتى أدير بالي على البيت لأنه دغري صار عندي بيبي. إنه أكيد غير، يعني ما ضلك قاعدة دايما بالبيت، بتظهري شوي، بتشوفي عالم، بتتسياري. زوجي كان مرتاح يعني ماديا، ما بحب إنه الست تشتغل. المرأة ما ضروري تشتغل عشان لازم يكون في حدا مسؤول عنها. إذا الشغل هو أساس كل شيء بالحياة، من دون الشغل الحياة أصلا هي روتين، يعني بيعطيكي اندفاع على طول وما بتحتاجي حدا بحياتك وبتكوني حرة. أنا بين كل اللي حكيوا هلا أكيد رح تعلق عليهم، بس في جملة قطعت إنه عشرت توفق بين بيتها وشغلها.
دخلك ليش رجال ما عشرت كمان يوفقوا بين بيتهم وشغلهم؟ لانه رجال دائما الشرط لانه رجال لا بدهم كمان يكون عليهم شرط. هيدي الفكره اللي بعد ابدا مش عم تنقبل انه بس يكونوا الزوج والزوجه اثنيناتهم عم يشتغلوا، فاذا اثنيناتهم عم يشتركوا ماديا بالامور اللي بتخص البيت، فاذا اثنيناتهم المفروض كمان يتشاركوا واجباتهم تجاه الاولاد اكيد وبالبيت اكيد. بس في كثير امور تفصيليه هون كمان رح نحكي عنها بتفاصيلها غادة. بس أول شيء بدنا نقول أنه عمل المرأة بحد ذاته بيتعلق بكتير عوامل، يعني أبرز هالعوامل هو النيفو اللي هي واصلة له بدراستها، هيدا أبرز العوامل. بتعرف أنه النساء يلي بيعملوا اختصاصات لسنين طويلة أو بيكون عندهم مهن حرة أو حتى لو ما في مهنة حرة بس اختصاص جامعي نعتبره عملته كامل أو عملته كامل وأكتر، يعني عملت ماسترز، عملت يمكن بي اتش دي، عملت شيء اكثر، وبالتالي لما بيكون فيها الدراسه الطويله، هالدراسه الطويله ما بتكون انعملت، يعني هذا شيء الامراه عم تبنيه فكريا عندها من عمر 18 سنه، عم تبني انه انا هلا عم تابع دراستي لانه عندي هدف على المدى الطويل، هيدا هو هدفي انه انا اتوظف او استلم او افتح شغل او الى اخره. نحن نعرف انه وقت الانسان ان كان امراه او رجل وقتها بده يعني يبني هدف ذهنيا عنده ويغذي لهالهدف ويصير عم يشتغل، وكل ما بيقرب من تحقيق الهدف كل ما بينبسط وبيقول انه قربت تحقيق الهدف، بيكون كثير صعب تما اقول مستحيل انه يقدر يتنازل عن هالطموح هيدا. يعني مش مجرد انه يجي اي رجل هيبه ترتبط فيه قد ما كانت بتحبه وطلب منها يمكن انه انا ما بريد انك انت تشتغلي رح تتنازل عن الهدف بسهوله. والخبره بتفرجي انه النساء يلي قرروا بس ما كانوا عارفين شو نتيجة هالقرار، انه خلص انا هالشخص حبيته وبدي كفي حياتي معه وبالتالي مش الحال انه اعمل معه حياة اولاد احسن من انه اشتغل. هيدا القرار وقتها بيكون متسرع اكيد انه من بعد فترة بسيطة ايه بده يصير في ندم، بده يصير في صراع، بده يصير في مواجهة انه انا انت قعدتني بالبيت، انا بحب كفي شغلي، انا بحب كفي حياتي، بده يقول له هو لا ما احنا اتفقنا من الاول وانت وافقتي على شروطي، وهيدا النزاع بده يكون كثير قوي خاصة انه الرجل رح بيكون عم يظهر من البيت، عم بيشوف ناس، صار عنده حياة اجتماعية، والامرأة رح تشوف انه هي بحياتها بعدها ستابل، بعدها مكانة على مختلف الاصعدة، بس في صعيد واحد هي تقدمت فيه واكيد شغله مهمه اللي هو الامومه والتربيه أكيد. والبيت أكيد. بس على غير اصعده انه تحقق ذاتها، تحقق طموحها، يكون عندها اصحاب، حياه اجتماعيه، نجاحات، بتشوف انه بعدها محلها. وهيدا شو بيشكل؟ هيدا بيشكل هالنظره للرجل انه انت اناني، يعني هي شو بتعيش بهالوقت؟ بهالوقت هي عم بتعيش بينها وبين نفسها شعور انه ليه انت هالقد اناني؟ ليه انت يعني اردت لنفسك التقدم والنجاح وانا بعدني مكاني؟ فاللي بيصير هو مثل نقمه على زوجها، مثل شعور انه انا شو ما عملت انت انا مش رح اقبل بهيدا الوضع. هلا بعض النساء كيف بيتعاملوا كرده فعل؟ بعض النساء رده فعلهم بتكون الحاح على الزوج، يعني خاصه بس الاولاد يكبروا، يعني الاولاد بيصيروا لعمر معين بتقول الامراه انه هلا صار رح يقبل انه انا اشتغل لانه اولادي ما بقى عايزيني على مثل قبل. وبعض النساء الثانيين يلي هن بيكون انا يعني هالشريحه من النساء انا بقول من اول الزواج بيكون في شيء منه ثابت بالعلاقه الزوجيه، يعني بيكون في شيء منه ثابت بالنضوج عند احد الشريكين، لانه بعض النساء مثل ما عم نشوف عم بيصير على الارض انه بيصير عندهم رده فعل انه اوكي اذا انت ما بدك يعني اشتغل وحقق ذاتي فاذا انت بدك تجرب تتحمل كل مصاريفي، بصير في رده فعل عكسيه انه انا بدي اعيش مثل ما بشوف افضل النساء عايشين وانت مجبور انه انت تتكلف بهول الامور. فاذا هيدا الشيء اللي طاغي بمجتمعاتنا. هلا في شغله ثانيه، في بكندا دراسة ما رح سميها دراسة لأنه بعد قيد الدراسة، يعني بعد ما في نتائج ظهرت لهالدراسة، إذا في أي صلة أو ربط بين إنه المرأة ما تشتغل وبين إنه يصير في خيانة زوجية، يعني هل إنه هيدي الإمرأة يلي هي عم تقعد بالبيت كل النهار
وعندها نشاطاتها يمكن مع اصحابها وعم بتجرب تعبي حياتها بشكل معين، هي معرضه اكثر انه توقع بفخ الخيانه الزوجيه. هيدا الشيء بنقول بعده قيد الدراسه، ما في دراسات مثبته عليه. بفتكر بلبنان نفس الموضوع بيخطر على بالنا كثير، بيخطر على بال كل الناس نفس الفكره اللي انا هلا طرحتها، بس ما عندنا جرأة يمكن انه نسترسل فيها، وحتى ما عم بيصير في دراسات عليها. ما بفتكر لها علاقه انا يعني العلاقة إذا هي أصلاً عندها استعداد. ما هو الاستعداد، الاستعداد بيكون إذا قعدت بالبيت أو إذا اشتغلت. يعني مش يمكن بمحل شغلها تلاقي. مظبوط. مش هذا معاملها هو يلي بده يكون مسؤول عن اي خيانه زوجيه، بس بكل الاحوال اذا هي حابه تشتغل وكان في شعور بالفراغ وبالملل بشكل يومي كمان. ما عم نحكي عن خيانه بس بده يصير في نشاطات يمكن ما لها طعمه تعملها كل يوم تتعبي وقتها شو ما كانت تكون، بس انه انا حتى اتسلى وعبي وقتي. هلا خلينا نحكي شوي عن الامراه وقتها بتكون بتشتغل، شو اللي بيشكل خلافات بين رجل والمرأة. الأشياء اللي كتير منشوفها عياديا وبتطلع الصرخة عليها هي تأخر المرأة بعملها، عدم الصدق بالوعود اللي بتعطيها. يعني بتقول مثلا أنا جاي الساعة 5 على البيت وجاي الساعة 7 على البيت مثلا، هذا كتير بشكل خلافات زوجية. عدم يعني إحساس اللي بتعطيه للرجل لعائلتها أنه شغلي هو البرايوريتي أو هو الأولوية، وبالتالي أنه أنا بقدر فرس بس أنا ما عم فرس. تكون زوجة عارف أو أولادها عارفين أنه هي بتقدر يمكن تنسحب من شغلها بوقت مبكر، بتقدر ما تكون هالقد مثلا قبل بنص ساعة قبل بساعة إذا في شيء تنقول ما بعرف مناسبة أو إلى آخره، أنه بتقدر يمكن تزمت هالنص ساعة بتفرق مع كل العائلة. 100% أوقات ما بتعملها، أوقات ما بتعملها وبس تصير تتكرر هيدي الأمور اللي نحن عم نحكي عنها. هيدا أكيد بده يؤدي لخلافات زوجية بين اثنين، لأنه الوقت بحد ذاته تقسيم الوقت ما بيقعد في جيرانس للوقت مظبوطة، يعني بيصير الوقت مقسم بطريقة غلط، بتحس العائلة إنه في أولويات لإلها عم بتروح. وهيدا الموضوع كتير بينطرح بس تكون الإمرأة موظفة، مش عم نحكي عن المهن الحرة أو اللي وقتها حر. الموظفة اللي هي ما بتكون كتير قادرة تتحكم بوقتها، ما عندها الحرية إنه هي تتحكم بوقتها. هلا في شغلة تانية كمان أكيد بتشكل خلافات، وقتها بيكون عمل المرأة في تفوق على عمل الرجل، يعني اثنيتهم بيشتغلوا بس بنلاحظ إنه عمل الإمرأة في تفوق، يمكن بدرجة علمها متفوقة، يمكن بطبيعة شغلها متفوقة، يمكن لو بدرجة علمها مش متفوقة بس هي عم تقدر تحقق نجاحات أكثر وعم تقدر تحقق مدخول مادي أكبر بكثير للبيت. كمان هون شو اللي بيكون بيسبب مثل خلل بالكوميونيكيشن أو بالتواصل بين الزوجين؟ إذا الإمرأة حسست الرجل بهذا الموضوع، يعني إذا حسست زوجها بهذا الموضوع، إذا جربت تبعث له ولو رسائل غير مباشرة بحديثها معه إنه أنا اللي عم قوم بالبيت أو أنا اللي عم بعمل كذا أو أنا شغلي أساس، ليش أنتم فيكم تعيشوا بلا شغلي؟ وهيدا بيصير بأوقات النزاعات، أوقات بيكون في خلافات بين الزوجين، خلاف بتناول شيء ثاني. ايه بس بصيروا يذكروا بعضهم بأشياء، بصيروا يذكروا بعضهم. مشان هيك أصلا كيف ما طلعنا بالموضوع غادة، أكيد إنه العمل المرأة بده نضوج من قبلها. هيدا جوابا على سؤالك إنه ليش الرجل دائما بيقول إنه إيه إذا قدرت توفق، إذا كانت تأدى، إذا قدرت مثلا. ما هو بده يقف حدا لتوفق. 100% إنه إذا وصل هو على البيت مد إجريه وبدها هي توفق، ما رح توفق لحالها. مش بس بهيدا الموضوع، كمان عمل المرأة بيكون له كتير نتائج إيجابية على الكوب، لأنه حلو يتواصلوا بشغله مثل ما يتواصلوا بشغله. يعني إذا نوعية شغلهم بتسمح انه يجوا يعملوا كوميونيكيشن او تواصل عن الشغل، شو عملت اليوم؟ زبطت معك هاي؟ تلفنت لفلان؟ عملت كذا؟ هو نفس الشيء، شو عملت؟ شو عملت بهيدا البوست؟ المشاركه بموضوع العمل، التواصل شغله كثير مهمه، لانه بتحسس الطرفين انه واقفين حد بعضنا حتى بموضوع الشغل. اكيد هلا انا بدي اعطي نصيحه اخيره ما قبل الزواج. دائما نحن بحلقاتنا عن جد انا بهمنا احكي ما قبل الارتباط لانه كثير مهم، انه التفاهم على النقطه بده يكون كثير مهم. اوكي سحر، اوكي سحر، بس خليني اقول انا انه ما في زعلني سحر كفي يلا. لا بس هي النقطه بقى نوضحها، انه التفاهم على النقطه مثل التفاهم على كثير نقاط بده يكون واضح ما قبل الزواج.
ما نقول الجمله انه بعدين بيتغير الوضع، انه هلا بقول ايه او هلا بقول لا وبعدين بعمل اللي بدي اياه، لانه هيدا شغله اكيد مش مضبوطه. غدا سريعا، في حدا سالنا سؤال عن العنف الزوجي، ايميل اجاني امراه عم تتعنف من زوجها، ما رح اقدر جاوبها اليوم، بتنطر لنهار الجمعه اللي جايه بعطيها جواب. الله يرضى عليك، ميرسي لك مايا، ميرسي غدا كمان. رح ناخذ بريك صغير، بنرجع عندك.